السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني بارك الله فيكم، أنا ما ظننت أني سأتكلم مرات ومرات في مسألة الاحتفال بما يزعمون أنه عيد ميلاد الرب والعياذ بالله، لكن لما صدرت فتاوى هدامة لبعض المشايخ الضالين المضلين أصحاب العمائم المزيفة الذين قالوا بجواز التهنئة قال قياسا على الاحتفال بعيد ميلاد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أقول من سلم لكم أولا بجواز الاحتفال بعيد ميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تقيسوا عليه عيدا كفريا والعياذ بالله؟ نعم، أنتم قلدتم هؤلاء الكفرة عندما رأيتمهم يحتفلون بعيد ميلاد ما يزعمون أنه ابن الرب عندهم. أنتم قلتم نحن أولى بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم فقلدتموهم، فكنتم أنتم وإياهم في الابتداع سواء والعياذ بالله. إخواني الاحتفال هذا حرام، الاحتفال هذا إخواني ما يجوز. انتبهوا بارك الله فيكم، بيجيك الآن طفل يريد أن يشتري شموع لعيد الميلاد، هذا حرام. يحرم عليك أيها التاجر أن تبيع أو تشتري كل ما يتعلق بهذا العيد المزعوم. تقولي شموع، بقول لك حرام. بتقلي والله لمبات تشعر تطفي على الشجرة، بقول لك حرام. بتقلي أصنع جاتو لعيد الميلاد، بقول لك حرام. انتبهوا بارك الله فيكم، هذا لا يجوز أيها الإخوة. إياكم والفتاوى الهدامة، هؤلاء لن ينفعوكم شيئا عند الله عز وجل. انتبهوا بارك الله فيكم، احذروا احذروا احذروا. والله يا إخوان ما ظننت أننا سنتكلم في هذا الموضوع وقد رأينا حرب أهل الكفر على المسلمين وما فعلوا بنا، إن كان في الصين وإن كان ما فعلت أمريكا في العراق وفي غير العراق، وما فعلت روسيا بسوريا. ثم نحتفل بأعيادهم الباطلة. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. نبهوا أولادكم، نبهوهم أن هذا عيد باطل، عيد كفري، يجب علينا أن نجتنب أعداء الله عز وجل في أعيادهم، لا نشاركهم العياذ بالله. وأعود وأقول لكم لا تستمعوا لتلك الفتاوى الهدامة من بعض الضالين المضلين الذين جوزوا هذا الاحتفال، فهذا احتفال كفريا والعياذ بالله، ومن احتفل معهم ولاء لهم فقد يرتد عن دينه والعياذ بالله. انتبهوا بارك الله فيكم، الدين أغلى ما نملك أيها الإخوة. أسأل الله يهديني وإياكم لما فيه رضاه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.